رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد فاصل خفيف ولطيف. أحمد بسألك سؤال. تعرف شيء عن التحول الرقمي؟ لا كثير، في تحولات رقمية كثيرة قدمتها كثير من القطاعات في المملكة العربية السعودية وملحوظة يعني. بنتكلم اليوم عن التحول الرقمي للجوازات، وينضم لنا العقيد معلا بن مرزوق العتيبي المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية. أهلا بك وتواجدك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم وصبحكم الله بالخير، وصبح الله بالخير المستمعين. حياك الله. يعني في البداية احنا نبغى نعرف، وحدثنا عن خدمات الجوازات تحديدا الإلكترونية. أشكر لكم الاستضافة في البداية، أتقدم بالتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الغالي، ونستذكر اللي نستذكر فيه تأسيس هذا الكيان على يد المؤسس والأجداد رحمهم الله. الخدمات الجوازات الإلكترونية تقدم من خلال ثلاث منصات رئيسية: أبشر اللي هو خاص بالأفراد، وأبشر أعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومقيم بالمنشآت الكبيرة. الحمد لله تتوفر فيها كافة الخدمات اللي يحتاجها المستفيد، اللي تغنيه عن مراجعة مقر الجوازات، سواء في عمليات إصدار الجواز السفر السعودي أو الإقامة أو التأشيرات أو تمديد تأشيرات الخروج والعودة أو الزيارة أو كل الخدمات اللي تقدمها الجوازات. يا سلام. طيب ممكن في ناس تسأل عن الهوية الرقمية، إيش هي الهوية الرقمية؟ الهوية الرقمية أتاحت المديرية العامة للجوازات من خلال تطبيق أبشر أفراد الهوية الرقمية، وهي محاكاة للهوية البلاستيكية هوية مقيم، فيها كافة بيانات المقيم وفيها QR كود يقدر رجل الأمن أو اللي بيقدم الخدمة يتأكد من صلاحية هوية المقيم، وتغنيه كذلك عن حملها حيث يعترف فيها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك. يا سلام، جميل جدا. يعني هذه من الخدمات الجميلة جدا. نتكلم برضو عن الـ إذا في خدمات جديدة راح تطرح قريبا ولا لا؟ أكيد التطور ما يتوقف، والتحسين وتجويد الخدمات في المديرية العامة للجوازات. المديرية العامة للجوازات طرف نفذت العديد من التحولات الرقمية في مكنة العمل لإنجاز المعاملات. ما يخفاكم مثلا في عندنا اللجان الإدارية الخاصة بإصدار العقوبات على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أصبح الآن إلكترونيا اللجان الإدارية يسجلون القرارات وتؤيد من صاحب الصلاحية في أقل من 24 ساعة. منسوبي الجوازات لهم برنامج أو تطبيق اسمه خدماتي، من خلاله يمكنهم الاطلاع على كافة بياناتهم وتقديم إجازاتهم، وكذلك يكلفون بعض المهام. الاتصالات الإدارية اللي هو معروف بين الناس الصادر والوارد، لنا عندنا برنامج متطور فيه يمكن مدراء الإدارات من الاطلاع على المعاملات وحالتها بين موظفينهم والتوقيع عليها إلكترونيا وتمريرها. فبإذن الله حنا بالاتجاه إلى إدارة بدون أوراق بإذن الله. بإذن الله دائما وأبدا. رسالة تود توجهها للمستفيدين من خدمات الجوازات. الحمد لله حنا نعيش في وقت كله تحولات رقمية وتسهيل للخدمة وتجويدها. فنتمنى من المستفيدين من خدمات الجوازات الإلكترونية عن تنفيذ أي خدمة الاطلاع على الشروط والأحكام والتعهدات اللي يأشرون عليها أو يوافقون عليها، لأنها تعتبر ملزمة لهم نظاميا. وأهم من هذا كله برضه يجب على المستفيد المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، وما يعطيها لأي شخص لأن هذا خاص فيه هو. علما أنه في خدمة يقدر من خلالها يفوض الخدمة لشخص معين بدون ما يعطيه اسم المستخدم وكلمة المرور. فمثلا أنت ما عندك وقت مثلا أنك تتابع عمالتك المنزلية، تقدر تفوض أحد من أقاربك أحد من أصدقائك على خدمة أنه مثلا يجدد الإقامة يصدر الخروج والعودة لهذا المفعول. جميل جدا للأمانة. يعني خدمات مريحة للمقيم وحتى المواطنين على أرض هذا البلد الغالي. شكرا لجهودكم في الجوازات. شكرا لك العقيد معلا بن مرزوق العتيبي المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية ولتواجدك معنا اليوم الصباح، وبإذن الله من تطور إلى تطور بإذن الله. شكرا لكم لهذه الاستضافة. شكرا لك، حياك الله، يا هلا وسهلا، في أمان الله.
يعني سلطان نتكلم انه في تحولات رقميه كثير ملحوظه من نتكلم من جميع الجهات، وابرزها نتكلم عن منصه ابشر وعن توكلنا في المملكه العربيه السعوديه. يعني نتكلم انه من رقميا المملكه العربيه السعوديه تصدرت ايضا عالميا في السنه هذه، نتكلم احنا تحديدا الكثير مستمعينا ومشاهدينا راح نكون معاكم ان شاء الله في يعني في طلعاتنا الجايه. سلطان انت عندك شيء ودك تقول شيء بخاطرك؟ والله اشوف مجهودات جدا جباره على هذا التطور اللي احنا يعني ما كان موجود عندنا من قبل. انت ما تدري انه يعني زي مثلا توكلنا، صحيح. الان انت ما تحتاج انه يكون معاك بطايقك ولا شيء، كله موجود في الابلكيشن. نفس الشيء الان حتى الجوازات برضو اضافوا هذه الخدمات اللي جدا راح تفيد المواطنين وتفيد المقيمين. فشكرا على هذه المجهودات يعني رائعه جدا اللي تختصر اشياء واجد لنا. وانت تتكلم يعني سلطان هذا عن يعني فتره وجيزه، صحيح انه مده جدا يعني قليله، ما كانت الوقت مده قليله جدا. صحيح.